الرحمن الرحيم. عندنا أول حاجة اللي غادي نخدموها قبل ما كنبداو الدروس ديالنا هي المسطرة المصغرة اللي غادي تسهل علينا كيفاش نرسم الدرس ديالي في الدفتر، وعندها فائدة أخرى وهي نقدر نحدد بها مقياس الثوب قبل ما نمشي نشري الثوب، أو لا قبل ما نحكم على شي موديل بأنه هذا الشيء تيكفيني للثوب. باش نصوب مسطرتي غادي نشد مسطرة عادية اللي هي كتباع يعني في المكتبة عادية ولا عند مول الحانوت، كنشدها وكنسطر خط، كناخد هاد الصفر كنعلمو، واحد كنعلمو، جوج كنعلمها، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، 11 12 13 14 16 ها 17 ها 18 ها 19 ها 20. إذا كانت فيها 20 سنتيم، أنا ما كرهتش تكون عندكم فيها حتى 30 سنتيم، ورسموها كاملة بهذوك الطرقين. نكتفي بهذا العدد. كنجي لهادو ندير واحد الملون آخر وندير المنتصف، هذا النص، هذا النص، وهذا النص، وغادي هكذاك حتى كنكمل هادو كاملهم، يعني كنقسم على المنتصف وكنحسب نيت بالمسطره ديالي ديك الفاصله 5 اللي كاينه كنخدم عليها، منتصف منتصف وغادي منتصف حتى كنكملها كامله. دابا حنا كنصنعوا مسطره. اوكي، عندنا هذا صفر كنخليه هو الصفر، ما كاينش انت شي فوتر شي حاجه حمراء شي حاجه اللي تبان. نزيدو نكملو، دابا سطرنا الخط، هنا قلنا عندنا الصفر، هادي كنحسبها هي 10، يعني الواحد غنردو هو 10، الجوج كنردها هي 20، 3 نردها هي 30، وغادي هكذا 40، هكذا 50، هكذا 60، هكذا 70، حتى كنكمل المسطرة ديالي. ها مترو، مترو مبينو نيت شوية، 110، 120، 130، 140، 150، 160، ونبقى غادي حتى كنكمل الحساب ديالي، 120، هادي كيزيد فيها 16، 190، ها 120، لا جوج مترو، هاكاك، تنقول مالها ما جاتنيش، جوج مترو 10، جوج مترو 20، جوج مترو 30، جوج مترو 40، جوج مترو ونص، جوج مترو 65، جوج مترو 70، ونبقى غادي معاهم. اللي غادي نعاود نضيف هو ما بين، يعني هذا صفر، هادي 10، هنا كيولي عندي 1 2 3 4 5، دونك هادي 5 سنتيم، هنا كتولي عندي 15، هنا كتولي عندي 15 20 25، هنا كتولي 35 في هاد النقطة، هنا 45، هنا 55، 65، 75، 85، 95، 105، 115، وكذلك حتى كنكمل مسطرتي. المهم هادشي ما غاديش نطول فيك، كنشد هاد الرسم اللي رسمتو ونقطعو بشي مقص، نقطعو على هاد القياس، كادريه، المهم بشي شكل اللي غادي يعطيني عرض مقاد، هادي هي مسطرتكم. دابا هاد المسألة هادي لصقوها فوق مسطرتكم بحال ما هكا من الفوق، وبداو تتخدمو بها وبداو تتحسبو بها، لصقوها باللصاق. المهم هنا راه كاينه هادي ديال الوقفة، نحيدها ولا شوف كيف ندير ليها، ونفيكسيها ونولي كنعبر بها وكنسطر بها، وهذا هو اللي تعودوا تعملوا. ملي تنقول انا 8 سنتيم في القياس مثلا، 8 سنتيم، عندنا هنا صفر، ها 5،
هذه راه نقسمها حتى هي تنولي 6 7 8 سعود عاد نوصل ل 10. يعني هنا غناخذ السعود ديالي ولا 8 ديالي ونبقى غادي هكاك الحسابات. مثلا قلنا 127 في الطول كنجيوها 125 26 27 وكنعلم عليها وكناخذ بها نقطه، وهكذا ومثال حتى كنكملوا الحساب ديالنا. وهذه هي المسطره المصغره اللي غادي نقول لكم، وغادي نديروا مسطره مصغره المقوسه. غادي نديروا دابا مسطره مقوسه، يعني لا ريغل روند اللي كنخدموا بها لي هونش واللي كنقادوا بها الكمام. غادي نشد واحد الخط ندير فيه كره بطا 12 سنتيم حتى 14 سنتيم، نشد المنتصف ديالو نطلع هنا ب 4 سنتيم. وهذا القياس الا بغيتوا تخدموه خدموه بهذه المسطره هذه، يعني هذا العبار عبروا بهذه المسطره الجديده هي باش تخدموا. دونك هنايا فاش نقول خدمت هنايا 12 سنتيم، خدموا نتوما هنايا 120 وحسبوا هنايا 4 سنتيم حتى الخمسه ممكن تخدموا بها. جيبوها بشكل مقوس هكذا باش تقادو هاد التقويصه، راه تقدري تستعملي غير تبصيل في الدار ولا شي حاجه اللي تسهل عليك الدوره، المهم شي حاجه اللي تكون دايره. نجي لهاد الجنب هذا ناخذ من هنا لهنا 6 سنتيم، في الوسط هنا ندير 8 سنتيم، في الجنب هنايا ثاني ندير 9 سنتيم، حتى 10 ممكن تخدمي بها. باش نقادها نعاود نشد المنتصف هنا ندير 9، نعاود نقسم هذه على جوج وندير هنا 7، ونعاود نقوسها بحال ما كل النقط. باش تاخذ لا فورم اللي كنخدموا بها، يعني ديك لا فورم دايره الا بغيتوها تكون شويه دايره، حيت هذه هي المسطره اللي كيخدموا بها البنات عندي. الا بغينا نديروا لها شكل دائري ممكن نخدموه غير هنايا، ندير نقوس هذه ونعاود نقوس هذه بشكل اختياري، هادو ما عندهمش شي اهميه كبيره. كنقطعها ونلصقها على شي بابي كارتوني، يعني ورق مقوى بحال ديال الملفات، ولا الا كان بلاستيك ونرسم هذه ونحطها على بلاستيك بحال ديال البوديزا ولا هذا، ونقطعها ونولي نخدم بها. بون هادو المسطرات اللي غنحتاجوهم حاليا، ونتوكلوا على الله.